ممتاز. طيب لهنا يعني أنا قدرت نتفهم أسباب وجود هذا القرار، لكن مش قادر نتفهمه برضو دكتور مرة تانية، أنا مهمنيش رأي ولا إماراتية ولا تركية ولا فنزويلية. نعم. ليش ما مشيتش عند أولاد بلادي؟ ليش ما صارش فيه تندر لأولاد بلادي؟ نعم. ليبيين شبابنا يكون السيرفر عندكم أنتوا في وزارة المالية، يكون مأجر في whatever في مكان، يعني هل لسبب انه يكون هو عنده ايجنتس هلبه في هلبه امكانات في العالم ولا شيء؟ خلينا نعطيك اشكاليه قاعدين نعانوا منها نحن لسنوات، مشكله الاصلاح المؤسسي وتطوير تقنيه المعلومات في مؤسسات الدوله. نسمي لك بعض المشاريع اللي هي انطلقت ولم ترى النور لسنوات. مشروع المدفوعات الوطني في مصرف اليوم المركزي، عم تبدا 2005 اي اكتمل هذا المشروع؟ لا. السبب؟ مصرف ليبيا المركزي مش معروف، قصدي ما نعرفوش مصرف ليبيا او الخبرات او القدرات او وضع البلاد، يعني في عندنا مشروع. لكن ليش قلت ان لا حنجيك للمدفوعات الوطني؟ ليش حنجيك مش شركة حنجيك خاصة؟ حنجيك للمشروعات كلها، خلينا نذكر لك المشروعات وشنو البدائل. نجي لمشروع الشبكة ليبيا للتجارة، هذا المشروع بدأ في 2009، مشروع طموح جدا يعني. ليش لم يكن استكمل؟ عدة مشاكل، واحدة منها شركة اللي متعاقدين معها شركة كورية طلعت بعد ما صارت حادثة الخطف في الجنوب ولم ترجع لهذه اللحظة. قبل ما تطلع الشركة الكورية كان عندهم مشكلة مع المصرف المركزي، يعني مذكورة في التقرير. أول ما جيت طلبت التقرير عن شبكة ليبيا للتجارة، كان أحد المشاكل اللي تواجه فيها الشبكة عدم تحويل الأموال من قبل مصرف ليبيا المركزي. يعني مشروع مهم لاقتصاد البلد، للضرائب وللجمارك وللمركزي ولغسل الأموال ولكل السامة الاقتصادية في البلاد، ويتم عرقلته وعدم تمويله. يعني هذا الكلام نذكر لك فيه من تقرير رسمي من شبكة ليبيا للتجارة. المشروع الآخر المهم منظومة الأسيكودا في مصلحة الجمارك. مصلحة الجمارك عندها مشروعين كبيرين جدا، يعني مشروع منظومة الأسيكودا وإصلاح المصلحة نفسها، سواء تنظيميا والله هيكليا والله وظيفيا والله حتى من ناحية القوانين والتشريعات. للأسف هذا المشروع لم يكتمل من 2009. المشاكل اللي تواجه فينا الآن منذ تولي وزارة المالية، في البداية كانت حرب ثم كورونا، والآن نحاول نتواصل مع الأنكتاد اللي هي المنظمة المسؤولة عن هذا المشروع للرجوع واستكمال المشروع. منظومتي شبكة ليبيا للتجارة والسيكودا كانت حتغني عن هذا الموضوع. موضوع شبكة ليبيا للتجارة يحتاج ل 14 شهر أعتقد المرحلة الأولى في حال البدء فيه، ومازال ما بدناش وصعب أن نبدأ فيه المرحلة الثانية. منظومة الأسيكودا تحتاج حتى هي أكثر من سنة أو سنة ونص في حال رجوع منظمة الإنكتاب. غير هالكثير نحكي لك تو الآن، نحن مشروع الإصلاح ومشاريع الإصلاح في وزارة المالية تصير ببطء كبير جدا نتيجة تحجج بعض المنظمات الدولية بعدم القدرة للقدوم لليبيا وعدم التعاون في استكمال المشروعات. خلينا نحكي بصراحة، احنا ما عندناش الخبرة الكافية النوهاو يعني بيش نقدر نطور هذه الأشياء. ممتاز. هذا يضطرنا للبحث عن بدائل لموضوع تتبع البيانات والحصول على المعلومات. وبالمناسبة الموضوع هذا يرجع بالنسبة لتتبع المعلومات والمعلومة المسبقة ترجع لسنة 2001 بالمناسبة، يعني بعد أحداث 11 سبتمبر في المنظمة اللي هي الـIMO اللي هي منظمة تعتقد البحار العالمية للبحار أو شيء. المنظمة هذه صدرت قرار أو معيار في ذلك الوقت يعني حددت فيه الطرق اللي يجب اتباعها في الحصول على معلومات مسبقة للبضائع.